كانت زوارت انه نروح لوين لمكاتب التصويت في مكاتب التصويت انا خصهم لهم هذا الشيء سمي بعد اخذين وارد زاد غوينا رئيس اللجنه من القياده بني ولي الشك من الغوره فنستفساري في تما قلنا ديال الامر قالوا في قسمين وهادشي هذه اللائحه من التشطيب ولا ديال اللوائح تما من فيها في مكتب التصويت كنا بان خو هذا الشيء ديال اللائحه فزعدو لي جنو داو من ايام المشكله هي وقع هو الطاسي في الجاحني تما مشات هذه تاع القياده الشعبي جنو مزار غير دخل فينا ما يبقى كيسمونش في ذيك واخا نشرو حفله تما صوت جنو غني نشوف حتى حنا اللي مروي السيني تما التدابير انا مش غايب باش هذه هذه واحد حتى تما ديال التصويت يعني بمجرد سيني الواد داف التشير هذيك كان غادي يوجعو صافو هذه تعقيد دانيتا يو دان لو حاليا ديك تشان دان تغطيه دان نبنيو لي شي عاد واش نحل نقول مشكل غاسن التواصل الى المكاتب التصويت ماني غاسلطن بالارقام نسن تفاجئ بانه اللي بني ودين شي وما ندير خلي بس العشرات فتي بو يجني اختنا اني اختلاف سي مسري انا نزوان السنه تما نمشي كمرحله اولى تما وين هذه الانطلاق العمليه الانتخابيه ما أمو غيستمر المرحلين حتى لانتلعوا لأن غا خمسة رايين كانتي من الجماعات البرلمان مجموعة من الحوايج المحطات الانتخابية ما راني صيغية مرحب يعني الانتخابات أخمي وادي نقولش أن الانتخابات نزيهة لأن جنوا عن التلاعب ديال اللوائح الانتخابية ما لا يخصص جنوا عن الضبط وبالضبط أنه خصها ديال ثمسرايين صارمة كوينة ذي المجال كوينة ذي ثمسرايين هذينا شك سي محمد مين تطلب الخو يعني زي المين بارا يعني رسالة غسول السانيتا انا هو بعدا نتجحنا انه تما خصنا ذقن خصنا ذقن خصنا ذقن خصنا ذقن بان الحق نسن ديال التصويت يخصنا ديالي لان هي انا وماذا نتقاد التواصل بانه قايم مسجل ديال اللوائح الانتخابيه وشي ناس يعني الصناديق اللي غسلطن اذا قايم مسجل ديال اللوائح ما يمي غنتفاجئ نشين حاليا بان قواد النتي طلب انه سعامي صاحب الجلالة الأخ إقليم الدريوش الوكيل العام من الملك اللي كان ديال اللجنة الإقليمية أنه تدخل بين هذه المسرشتا باش تبدل وين ثم سرشتا توقيعان فيما يخص الحق ديال التصويت لما يعني هي تعتبر ديج النوع من التلاعب وديج النوع ما لا يصير هي مرحلة خمين أخمين أخمين تمير غير النوع من وين ثم التزوير ومن هي ديج حاجة خطيرة بين ذي بين ذي ذي المجتمع نفسه الناس جلشين باش هذه وجوه وإلى ناس زاد. السلام عليكم اش قطعت نسيت صوت واحد ديال الغرفة الفلاحة الطاسني ودان وشي ناس إشعار التصويت خميت على مكاتب التصويت وهادشي جنبك ثمانية ثنايا عند شي ناس ثمانية المكاتب ديال قبيلة بدون الشك ثمانية تاع رينتن فعلو 25 واحد ارين تند غاسن اشع واش ممكن يوداني داك شوشه التصريح يعني شتي مانتينو السنه خاب انا خمسه غاسن وحر غازو كيسن هو فينش ما يمي وسن يعني شك كمرشح كمرشح حق على انه ديال المواطنين توصلوا بالاشعار و قين غاري ونداوي قين غاري ديال لافامي قين غاري الاصدقاء قين غاري الطاون تخبشتينو نشتري هذا ودخل كيسن غازو كيسن وتشوف كيسن كشخصيا لا لحظة غزاق إشعارني زريق سيطاوينو رمي غير راح يودف نتسيمة النساء رينتي قالت وهذا شا يحاول مرة ثانية والو نشعر غي خيود أنا قصد غنقل ناضوة وخايمني عدم دم ساكين هذا هو فين شا نيت نقنش ذي اللائحة أقاين ديني ولكن ذي اللائحة أقاين ديني شك مين طلب الخو يعني زين مين فارا يعني مين تعني رسالة وفي مخوالو على ما تستفهم وفي مخوالو رمش السلام عليكم يعني متفنه غاس الاشعار ذلك سيدي وفي مقشعري مانايا دي اسم مدرسة الزيتون الحي الإداري بنتيلي بجماعة بنتيلي إقليم الدريوش يوم 6 أغسطس 2021 من الساعة 8 صباحا